إماما وقال كما يعتقد البعض أنها عبارة عن شواهد. سي الحاج بينه بينه باش صوفيا صوفيا حنا خاطين صوفيا حنا خاطين عشية الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف الذي يصادف 18 ماي من كل سنة ارتئينا أن نخصص هذه الندوة التاريخية والتحسيسية حول مساهمة المتحف الوطني المجاهد في الحفاظ على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء. ثانيا هي مناسبة لنوجه نداء إلى الشعب الجزائري بصفة عامة وإلى الأسرة الجزائرية بصفة خاصة، لأن أعتقد بأن كل عائلة عندها شهيد أو مجاهد وعندها أغراض تاع هؤلاء الشهداء الذين نتمنى، هو من الصعب ومن الصعب على الإنسان تكون عنده حاجة عزيزة في الدار، ولكن للفائدة تاع المجتمع والفائدة تاع الجزائر لابد من هذه الأغراض أو هذه الأشياء تكون في مكان وين يستفيد منها الجميع، ومن أحسن مكان هو المتحف الوطني المجاهد. هناك أشياء تاريخية كثيرة ومرويات ربما كثيرة على لسان المجاهدين، سواء كانت مادية أو رسائل أو تقارير إلى غير ذلك، فلهذا المتحف يجب أن يكون متوفراً على هذه المواد. لماذا؟ لأن الشباب نتاعنا والناشئة نتاعنا تحتاج إلى هذه الوثائق المادية الأساسية. المتحف الوطني للمجاهد يسعى لترسيخ الثقافة التاريخية، لأن المتاحف هي الواجهة الحضارية لعظمة الأمة، المتاحف هي المرآة العاكسة لتاريخ الأمم والشعوب، المتاحف هي المحمية التي تحوي مقتنيات وأثار آبائنا وأجدادنا الأوائل وتسعى جاهدة لحمايتها وصيانتها باعتبار هذه الأثار وهذه المقتنيات ذات القيمة التاريخية من جهة رافد من روافد الهوية الوطنية، ومن جهة أخرى تعبير صادق عن تاريخ ممتد.